ما بيلعبش ورفعت حوالين اثنين يجرهم حواليه ويلعبها ويطلع الصغيره ويطلع تنقلها ورفعها من رفعه حلوه يا سلام وبداوا يطلعها لقدام اها وتقطع هجمه ثانيه وكلنا جاء الدور ده هو الوجه اليمين مطرح المسام يشوف ما بيعمل وتفوت برافو عادل في الخشبه ولا دخلتش لازم الكره عشان تحسب جول لازم تنقش الفيديو بيحتاج لكن الريفري قريب والكره لازم تفوت كلها داخل الخط عشان تتحسب جول وتفوت ويتكتم النادي الاهلي ويحافظ على النصر لغايه دلوقتي 2-1 كافن ورفعه حاول وشوطه يطلع بيها بره ده بالنور وتبتدي الهجمه من ورا والشربيني على الارض حلوه